السلام عليكم خوتي، السلام عليكم خياتي، ان شاء الله كامل راكم خير. عندي مدة ما درت فيديو، هيا قلت اليوم ندير فيديو خوتي العزاز. هو مهم جدا، علاش خوتي؟ لانه يشرح لكم بزاف الامور، لانكم علاش عشاك فوا خوتي العزاز تسخسوني أسئلة خوتي، كيفاش نسول الوضعية، طرق تاع تسوية الوضعية. كاين الناس ما تعرفش وكاين الناس تفهم، معليش حنا ندير لكم الشرح البسيط نفهموكم باش تكون عندك معلومة قبل ما تجي لهنايا لفرنسا. انا نحكي لك على فرنسا خوتي العزاز، بما اني انا مقيم هنا في فرنسا ونعرف القوانين تاع فرنسا، يتسمى ندير لكم من خير احسن. شوفوا خوتي العزيز، اخر مره سقسيني واحد الانسان قال لي خويا انا ما نعرفش كيفاش كامل هنايا كيفاش نقدر نسوي الوضعيه تاعي. شوفوا خوتي العزيز، نبدا لكم انا من الاول ايطاب باغ ايطاب، نحكي لكم من الاولى واروح باش تفهموني مليح. فيديو بالك يكون شويه طويل بصح يكون مفهوم ان شاء الله. شوفوا خوتي الطرق، هنا نبدا لكم بالطرق تاع انسان جا لهنا تزوج، اللي هي احسن حاجه تسوي بها الوضعيه هنا، سواء من ناحيه المراه ولا من ناحيه الرجل، هو الزواج. الزواج هنايا اذا جيت نتايا فيزا توريست، فيزا سياحيه، جيت لهنايا وما حبيتش ترجع، عندك لي بروف انك دخلت لهنا، تتلاقى بهذيك الطفله، دير لك هي واحد دير لك واحد تعيط في التليفون ولا شي حاجه، دير لك بلي تخلص معاها في التليفون ولا تريسيتي ولا الواي، عادي ما عندها حتى مشكل. هذاك ستام بروف، تتزوج يخدموا لك الاوراق. اذا دخلت انت هنا بدون اوراق ما عليك الا الاطفال، الاطفال غير تجيب الاطفال لهنايا، سورتو الطريقه الوحيده انك لازم تجيب اطفال، يكونوا عندك اطفال هنا، سينو لما جيت اطفال وتزوجت يقول لك لازم ترجع للبلاد ونديروا لك ريغروبمون فاميليال، معناتها لم الشمل العائله. هذه باينه، تسمى كاينه سوا جيت بالفيزا مليح، جيت بلا فيزا لازم لك اطفال. كاينه واحد الطريقه اخرى، انا راني نحكي عن الناس اللي عندها الفيزا والناس اللي ما عندهاش الفيزا، تسمى انت فهمني مليح واش راني نحكي معك. كاينه بالزواج ثاني، مثلا مراه جابت راجلها من البلاد ولا الراجل جاب مرته من البلاد، هذيك عادي جدا تعقد، تكون خدام لهنايا عندك دارك واسعه، دير لمشه من العائله باللي نطلع مرتي ولا تطلعي راجلك تخدم له دوسي يجيك عادي، هذه مفروغ منها، هذه لمشه من العائله يقولوا لها غوغروبمون فاميليال. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى خاوتي العزاز، بالنسبه هذه الأغلبية فينا ما يعرفوهاش باسكو هذه جديدة ما عندهاش بزاف، كانت كاينة ورجعوها، هذه معلومة مؤكدة جديدة، هي تجي فيزا توريست ودير مشروع لهنا، تكري لوتي تكري استغفر الله يلا تكري تكري لوكال، يعطوك الباي هذاك، تمشي للشومبر دو ميتي تبدا المشروع تاعك، تدفع أوراقك، يقدروا يعطولك الاوراق تاعك. هذه فاسي، هذه باينه باللي يعطوك الاوراق تاعك حتى يولي عندك عندك امكانيات في المساعده، لانك راك تخلص الكرا وراك تعاون في الدوله، راك تخلص لي زانتيري تاعك، تسمى حاجه مليحه هذه. بالعمل ايضا خاوتي الاعزاز، اللي جا لهنايا وما عندوش فيزا وكذا تعرفوا بلا ما نقول لكم سون بابي، تجي لهنايا واش دير؟ الحاجه اللي تقدر ديرها هي تخدم، تخدم تلم لي فيش دي باي وتدفع. هادي كيفاش؟ هادي عندك انسان يديكلاريك، انت عندك كشميتي طحت مع انسان يديكلاريك، تولي انت تشد هادوك لي فيش دي باي، تشد هادوك اللي كنت تخلص بهم تشدهم، تلم 24 وحده تدفعها وتستنى. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى خاوتي العزاز بالاطفال، الاطفال تاعك تكون جيت فيزا توريستيك وعندك اطفال لهنا، زعما نقولوا جبت اطفال ولا عندك لا جبت معك ولادك، دير كاش كوميرس، دير شي كوميرس، تلم 8 فيش دي باي، وعندك 3 سنين ولادك يكونوا قراو هنا 3 سنين، بهكذاك تقدر تدفع وترفد الاوراق. هذه باينه خاوتي العزاز، لكن انا كي نولي زعما بالزواج هي سهله كامل. كاينه حاجه واحده اخرى خاوتي العزاز، هي زعما انت جيت لهنايا وعندك خوك ولا باباك ولا اختك ولا اي واحد من العائله عندهم لا ناسيوناليتي، عندهم الجنسيه، مثلا جنسيه فرنسيه، انت واش دير؟ انت بخوك هذاك ديرو محامي، المحامي هذاك على باينه هذه تما يقدر مع الوقت، معناتها ماشي بزاف
مع المحامي يجيب لك ريسيبيسي ما يقدرش يحاوزوك لانك انت راك هنا مع اخوك ولا مع اختك اللي راهم ضامنينك عندهم بشرط يكون عنده لي تساع وخدام. هذه ثانيه مليحه بزاف بزاف يستعملوها الناس بزاف لهنايا، هذه ننصح بها بزاف للناس. كاينه حاجه واحده اخرى اخوتي بالنسبه للناس اللي عندها المواهب، المواهب ملاح لهنا، لو كنت مغني لو كنت تلعب حاجه مليحه تكون فوتبالور مليح تكون عندك موهبه خارقه موهبه مليحه هنايا يشدوك هنا ما يطلقوكش. لو كنت انت مثلا في الجري مثلا انت كنت تجري مليح ودير سبور عندك لا ليسونس وشافوك الصح موهبه تقدر تصدق لك هنا ودير اوراقك هذه باينه. كاينه حاجه اخرى بعض البلدان اللي تطوعوا في الجيش تاعهم هذيك باينه هذه بلا ما نهضر عليها. هذو هما الطرق خاوتي العزاز اللي انا نحكي لك عليهم، هذو هما الطرق اللي تقدر تسوي بهم الوضعيه تاعك هنا في فرنسا. بصح قلت لكم انا بالخدمه عندكش اوراق بالخدمه تسوي اوراقك، بالزواج والاطفال تسوي اوراقك، جيت فيزا توريستيك عندك دراهم في البلاد تقدر تدير مشروع لهنا. هذه غير للجزائريين راهم بزاف تدير مشروع، تكون عندك الحانوت تجيب تروح شومبر دو ميتي شومبر دي ميتي يقولوا لها تقول لهم عندي فيزا توريستيك حبيت ندير مشروع يقول لك ايه ماشي مشكل. ثم تولي عندك الإقامة تاعك يعطوها لك مادام راك داير مشروع، يعطوك الفيزا تاع العام الأولى راك قاعد بها لنا خدام وتسوي الوضعية تاعك بشوية وتسويها نورمال. هذه هذه حاجة مليحة، تولي عندك حتى حقوق في السكن في الأشانام إذا كنت درت مشروع لهنا وقت خلصت لي زامبو يولي عندك حق في الأشانام في السكن الاجتماعي. هذه حاجة مليحة بزاف بزاف بالنسبة للناس اللي راهي تسقسي فيا عندها دراهم دير مشروع لهنا تنجح 100%. الناس اللي ما عندهاش دراهم كما قلت لكم انا في الحاجه الاولى خاوتي الاعزاز هي تشوف شكون يديكلاريك، سيرتو اذا كان عندك دراهم بزاف ودخلت هنا بلا تعرف بلا فيزا ولا تمشي تشوف واحد من فاميلتك ولا اللي يكون فيه كونفيونس بشرط يكون انسان نيه فيه الكونفيونس يدير مشروع انت تخلص المشروع هذاك. مثلا مشروع مثلا اللي ما يعرفش يدير كباب مثلا دير كباب انا نخدم كباب ونديك ويديكلاريك كي ديكلاريك تبدا تلم هادو لي فيش دي باي تلمهم وتدفع. هادي تقدر ترفد بها اوراق ماشي تقدر زعما في القانون ترفد بها اوراقك. تسمى هادو الطرق المليح بزاف خوتي العزاز انك هنايا في فرنسا هنايا تقدر تسوي بهم الوضعيه تاعك. هادو اللي حكيتهم لك ملاح، اما بالنسبه للزواج كي تجي من هيه فيزا توريستيك خصك في هذاك الوقت لا نقولوا زعما انت عندك فيزا اسبانيا وراك جاي مثلا راك جاي لفرنسا ما تخليش الفيزا تاعك تموت لك في اسبانيا، لازم تدخل بها لفرنسا في الوقت. علاش؟ خاطر يقول لك كيفاش انت قاعد في اسبانيا كملت دراهمك في اسبانيا ومن بعد جاي عندي لهنايا، لا ما تخليش يموت لك الوقت ثم الوقت تاعك قلت له في هنا في فرنسا الفيزا تموت لك هنا في فرنسا. تسمى هذه ستان بروف كبير. وكان واحد الشرط ما تزوجش مرا كبيره بزاف بزاف لانه مرا كبيره بزاف بزاف راح يتوسوسوا منك ويغيروا لك مشاكل. احسن حاجه تكون جينيراسيون تاعك فايتاتك 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين ما تفوتش، هذه مليحه بزاف بزاف باسكو كاين ناس هنا نعرفوهم تزوجوا بنسا كبار والله ما عطاو لهم الورق وبقاو في المشاكل لكن بالمحامي والتعب يعطولك. هذو الطرق خاوتي الاعزاز نعطيهم لكم، من غير هادو ما تسقسي حتى واحد وما تكسرش راسك، ما تسقسيش ما تكسرش راسك. كاينه حاجه اذا كان باباك هنا عنده ناسيوناليتي كان عنده ناسيوناليتي وكان في بلاد منا تقدر تكونتاكتي هنا في نونت تقدر دير اوراقك هنايا اذا كان عنده ناسيوناليتي الجنسيه مليح. هذو هما الطرق خاوتي الاعزاز، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، تحياتي لكم، ما تنساوش برك لايك على الفيديو خاوتي، باسكو ما كنتش ديروا لي لايك الله يحفظكم، تحياتي لكم، ان شاء الله تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.